أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في الهيئة نت عن اغتيال أحد الناشطين المدنيين في هجوم مسلح شمالي العاصمة. ما في القدس العربي فنقرأ عن الاحتلال الصهيوني وهو يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالقدس والضفة المحتلتين. أما في عربي 21، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ يثير احتمال محاكمة سريعة لترامب. ونقرأ في كتابات عن مسلسل الاغتيالات المستمر، تصفية اللامي واختطاف أدليمي عقب العودة من ساحة التحرير. في الجزيرة نت، قوات الأمن قطعت الكهرباء لتفريق المحتجين، مئات الجرحى في إطلاق نار وغاز ببغداد. وفي العرب اللندنية، واشنطن تستقدم مئات من الجنود والآليات لتعزيز وجودها في العراق. والختام مع العربي الجديد، وفيها الكنيسة الصهيوني يصوت اليوم على حل نفسه والذهاب إلى انتخابات جديدة. أهلا بكم. عاشت العاصمة العراقية بغداد أمس الثلاثاء يوما استثنائيا شكل منعطفا جديدا في الحراك الاحتجاجي العارم المتواصل في محافظات واسط وجنوب العراق منذ بداية شهر أكتوبر الماضي. تقرير لصحيفة العرب اللندنية يرصد آخر تطورات ثورة تشرين العراقية. ونجح المحتجون رغم كثرة أعدادهم ورغم مشاعر الغضب والحزن السائدة بينهم جراء ما تعرضوا له من مجازر خلال الأيام الماضية في قطع الطريق على محاولات الميليشيات المدعومة من إيران جرى التظاهرات السلمية إلى مربع العنف أملاً في إيجاد مبرر لحسم الوضع بقوة السلاح. وكان قيس الخزعلي قائد ميليشيا عصائب أهل الحق قد توعد بحمام دم في بغداد واصفاً تظاهرات الثلاثاء بالحدث الخبيث وقائلاً إنها ستشهد سقوط أكبر عدد من القتلى، غير أن القدر العالي من الانضباط والقدرة الكبيرة على التنظيم اللذين أبداهما المحتجون ضمن سلمية التظاهرات رغم ضخامتها وسحبا بالتالي البساط من تحت أقدام الميليشيات. وشكلت تظاهرات الثلاثاء التي شملت أيضاً إلى جانب العاصمة بغداد عدداً من مدن وسط وجنوب العراق منعطفاً نحو تأطير الحراك وتنسيقه ومنحه قدرة على التواصل والصمود حتى تحقيق مطالبه، وعلى رأسها تغيير نظام حكم الأحزاب الدينية والميليشيات الشيعية المرتبطة بإيران. جاء في تقرير العرب اللندنية أيضاً أن العراقيين يطالبون منذ أكثر من شهرين بإسقاط النظام وتغيير الطبقة السياسية التي تسيطر على مقدرات البلاد، ويتهمونها كذلك بالفساد والتبعية لإيران. وجددوا أي المتظاهرون الثلاثاء تظاهراتهم بمشاركة واسعة من أبناء مدن الجنوب الذين وصلوا إلى ساحة التحرير في بغداد المعقل الرئيس للاحتجاجات. وحمل المحتجون في العاصمة الآتون من الحلة والناصرية والنجف والكوت وكربلاء، حملوا جميعهم أعلام العراق لمساندة المحتجين. إلى مقال منشور في صحيفة المدى، وجاء فيه: لم تمض ساعات قليلة على خطبة المرجعية في كربلاء حتى جاء الجواب ترجمة دموية متوقعة لها من قبل ضباع الميليشيات الوقحة لتؤكد جملة من الحقائق التي لا ينكرها عاقل أو يحاول أحد تسفيهها أو القفز فوق الحدث وبالصوت والصورة عن مجزرات السنك والخلاني. كتب عباس العلي مقالا منشورا بصحيفة المدى، نستمع الآن وإياكم إلى جزء مما جاء فيه. هناك تنسيق وتحضير مسبق بين بعض جهات السلطة والقتلة تمثل في سحب سلاح الشرطة وبعض القوى الأمنية التي عانت هي الأخرى من اعتداءات المرتزقة حتى لا يتم التصدي لهم، وقطع التيار الكهربائي عن المنطقة حتى لا يتم كشف العناصر وتصويرهم جيداً
وأخيرا انسحاب فرق الإطفاء والدفاع المدني من المنطقة لحين إكمال المجزرة. غياب كامل للقيادات الميدانية المسؤولة عن حماية المتظاهرين والاكتفاء من قبل العناصر غير المسلحة في المنطقة على التفرج والحياة. هذا يؤشر إلى تواطؤ حقيقي لا يقبل الشك مع القتلة وبأمر السلطات العليا العسكرية والأمنية والسياسية ولا حتى بعد انتهاء المجزرة. الإعلام الحكومي الرسمي والناطقون باسم القائد العام والداخلية وعمليات بغداد يزيفون الحقائق ويقللون من عدد الشهداء والجرحى تأكيداً على أنهم خارج دائرة المسؤولية وواجبهم فقط خداع الناس وتقديم صورة مشوهة عما حدث بقولهم نزاع مسلح بين المتظاهرين. ومر أن أحداث شغب حصلت في مرآب السنك وساحة الخلاني، فهم لا يتجرؤون على قول الحقيقة ويسوقون لطمس معالم الجريمة. وجاء في المقال ذاته لم يخرج لموقع الحدث أو للإعلام أي مسؤول سياسي من رئيس الجمهورية إلى أدنى درجات الوظيفة ولا أي برلماني يدعي أنه ممثل الشعب وصوته الناطق ولا أي ممثل عن وزارة الصحة ليشرح للناس حجم الكارثة ومقدار التضحية، إما خوفا من القتلة وبطشهم أو لكون ما جرى كان بقرار رسمي لقتل المتظاهرين عمدا بأي صورة، وكأن الأمر لا يعنيهم بشيء ولا أنه من واجباتهم الأساسية. ننتقل وإياكم إلى مقال جديد وجاء فيه مهما كانت مسميات الطرف الثالث أو المندسين والتي ترتب عليها استشهاد مئات الشباب في مجازر وحشية ارتكبت خلال وجود هذا النظام وفشله في حماية المواطنين، فإنها مسؤولية النظام أن أفراده في ظل نظام وطني سيحاكمون بتهم القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية. هذا ما جاء في مقال للكاتبة هيفاء زنكنا منشور في صحيفة القدس العربية. لنترك جانباً تاريخ الساسة العتيد في التعاون مع المحتل ومأسسة الطائفية ونهب ثروة البلاد، لنترك جانباً 16 عاماً من تجريد المواطنين من الإحساس بالانتماء إلى الوطن وتصنيع الهويات الزبائنية، حيث الولاء لمن ينعم بالعمل أو المال من أمراء الميليشيات ومافيات الفساد، ولنراجع سجلهم خلال 6 أسابيع الأخيرة فقط، أي منذ اندلاع الانتفاضة في الأول من تشرين أكتوبر، ولنتبع مقولة عفى الله عما سلف عند مراجعة سجل إنجازات رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة المقالة. لا تزال سارية المفعول بانتظار تحقيق معجزة اختيار رئيس وزراء جديد خلال 6 أسابيع تقريبا من المظاهرات والاعتصامات السلمية باعتراف العالم كله. اقترفت منظومة العملية السياسية أو النظام الفاشي حسب المنتفضين بشكل مباشر أو غير مباشر أفعالا تجاوزت حدود الوصف بمفردات الجرائم والانتهاكات التي توصف بها أفعال الأنظمة القمعية عادة. يضم سجل النظام حتى اليوم قتل ما يقارب 475 مواطناً و20,000 جريح وآلاف المعتقلين، بالإضافة إلى المختطفين الذين لا يعرف مصيرهم. جاء في مقال هيفاء زنكنا المنشور بصحيفة القدس العربي أيضاً أن من بين إنجازات النظام التي غرزت عميقاً بذاكرة الشعب هي ارتكاب المجازر، إذ لم يعد معدل القتل اليومي التدريجي للمتظاهرين يشبع من تعودوا على شرب الدماء، فكانت مجزرة الناصرية والنجف والخلاني ومنطقة السنك أيضاً. الآن إلى صحيفة الزمان ومقال آخر. الحراك الشعبي الذي نهض به الشباب في العراق منذ مطلع تشرين الأول الماضي شكل انعطافة جديدة في المشهد السياسي، ومن المرجح نجاحه في إسدال الستار على مرحلة حكم للبلاد ابتدأت منذ نيسان 2003، تلك مرحلة
تحمل من الضياع والفساد ما تحمله. مقال حول مستقبل الحراك الشعبي والثورة في العراق كتبه فاضل البدراني، منشور في صحيفة الزمان العراقية. إنه حراك انبثق على طريقة الاحتجاج أو الانتفاضة المعبأة بقناعة الفاعلين في الحراك وإدراكهم بخواء الأحزاب وحكوماتها المنبثقة عنها من أي برامج تنموية للشعب والمشروعات الخدمية والبنى التحتية، وإنها لا تملك سوى مشروع صناعة الرمز أو تضليل الجمهور بشعارات الطائفة والمذهب والأقلية والجهوية، وهي ثقافة تكررت على مدى 16 عاماً لم يعد المجتمع يتقبلها لكونها لم تعد تواكب واقع العصر ومتطلباته ولا تنطلي على البسطاء. وثالثاً، جاء الحراك بطريقة أفقية في ميدان التحرير في العاصمة بغداد وانتقل إلى ميادين تحرير في المحافظات العراقية الأخرى. وفي وصف طبيعة الصراع بين السلطة وأحزابها من جهة والحراك الشعبي من جهة أخرى، حصلت الكثير من التفاصيل في إطار معركة محتدمة تمثل معادلة كل طرف منها يحاول أن ينتصر على الآخر. ولما كان الشباب لا يملكون سوى استراتيجية الخيار السلمي كسلاح لتعرية موقف النخب السياسية التي تتحكم بالسلطة أمام ما تملكه السلطة من قدرات وأدوات المواجهة، لكن الفارق بين الطرفين إن الأول يمتلك الإرادة التي يفتقدها الثاني رغم كل إمكاناته. طبيعة خطاب الطرف الأول المتمثل بالحراك يمثل ثقافة وطنية، بينما تراجع خطاب النخب السياسية السلطوية وتمحور بين الطائفية التي لم يعد يتقبلها المجتمع في ميادين التحرير. جاء في المقال أيضاً بالنهاية سيتبدل وجه العملية السياسية بالعراق بتغييب الأحزاب السياسية عن المسرح السياسي وتغيير قانون الانتخابات، والأهم من ذلك نظامها الذي كان يساهم في عمليات التزوير، فضلاً عن قانون مفوضية الانتخابات الجديد الذي يجب أن يأتي بمفوضية تعمل بعيداً عن الأحزاب السياسية، وذلك للحفاظ على سلامة الانتخابات، وهي رهانات الحراك الشعبي في الإصلاحات الدستورية لهذه وغيرها من الإصلاحات الجوهرية. بعيدا قليلا عن العراق ونتجه بكم إلى فلسطين، حيث مقال منشور في صحيفة عربي 21، وجاء فيه: تتجلى أهم المفارقات التي تعبر عنها سمات الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل في الموقع المركزي الذي يشغله مفهوم العودة في أيديولوجيتهما وسياساتهما. ففي واقع الأمر يتمحور المشروع الاستعماري الصهيوني على الزعم بأن اليهود الأوروبيين المعاصرين هم أحفاد العبرانيين الفلسطينيين القدماء، وبأن مشروعه لاستعمار فلسطين لم يكن سوى استراتيجيته لإعادة اليهود إلى أرض أجدادهم المزعومين بعد غياب طال لألفي عام. عن حق العودة للفلسطينيين كتب جوزيف مسعد في صحيفة الأيام: لم يكن المفهوم الإسرائيلي للحقوق أبداً مفهوماً عمومياً، بل كان وما يزال مفهوماً خصوصياً، مفهوماً محصوراً باليهود لا غير. وهذه هي الخصوصية التي تسعى إسرائيل لجعلها متوافقة مع المفهوم العمومي للقانون الدولي. فإذا تم تقويض الأساس العمومي لحق الفلسطينيين في العودة القائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة لصالح الخصوصية الإسرائيلية بحق عودة حصري يسري على اليهود فقط، تقوم الولايات المتحدة وإسرائيل بفرضه كأساس جديد للقانون الدولي، فسيتم تحييد خطر التهديد الذي يشكله حق العودة الفلسطيني، وسيتم ضمان حق اليهود في استعمار فلسطين. ويشكل قرار حكومة ترامب الأخير باعتبار إقامة المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية وهضبة الجولان متوافقاً مع القانون الدولي ولا ينتهكه،
النتيجة المنطقية لجهود ترامب وإسرائيل في إنكار حق العودة الفلسطيني وإعادة تعريف من هو اللاجئ ومستمداً منها. مقال جوزيف مسعد المنشور بصحيفة الأيام الفلسطينية والمنقول عبر موقع عربي 21 جاء فيه أيضاً: لقد قام المشروع الصهيوني لاستعمار فلسطين على الحق الحصري والخصوصي لليهود بالعودة على أنه حق باستعمار فلسطين وبطرد شعبها. أي باختصار، فإن مبرر هذا الحق قام على مبدأ عنصري وتفوقي من الأساس، لذلك ينبغي على النضال الفلسطيني اليوم ألا يتراجع عن المطالبة بتنفيذ حق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم، حيث أن هذا الحق هو المفتاح القانوني لتقويض الغزو الصهيوني لفلسطين برمته. الآن إلى مقال منشور بصحيفة العربية الجديد وجاء فيه: أسبوعاً بعد أسبوع ويوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة يتوالى سقوط أقنعة المنظومة السياسية المتداعية التي تحكم لبنان بفعل إصرار المحتجين اللبنانيين من مختلف الأعمار والطبقات الاجتماعية والانتماءات المناطقية والمذاهب والطوائف على مواصلة انتفاضتهم على الطبقة السياسية الفاشلة والفاسدة التي أوصلتهم إلى الانهيار الاقتصادي والمالي الذي بات يهدد الاستقرار الاجتماعي الهش. مقال للكاتبة رندا حيدر منشور بصحيفة العربي الجديد. مع اعتذار المهندس ورجل الأعمال سمير الخطيب عن تولي تأليف الحكومة بطلب من دار الفتوى للطائفة السنية وإعلان الدار أن الحريري هو مرشح هذه الطائفة، سقط القناع الذي كان يتلطى وراءه سعد الحريري وانكشفت اللغة المزدوجة له، وقد ادعى أنه استقال استجابة لنبض الشارع وبدلاً من العمل على تسمية مرشح آخر مستقل من خارج المنظومة السياسية الحاكمة كما يطالب المحتجون. ها نحن اليوم أمام أزمة مستعصية ذات أبعاد دستورية خطيرة، ولا يشكل ترشيح دار الفتوى سعد الحريري ممثلاً للطائفة السنية لرئاسة الحكومة انقضاضاً على مطالب المحتجين فحسب، بل خروجاً على الدستور ومحاولة مرفوضة لفرض وصايا المؤسسات الروحية على قرارات وطنية خالصة لا تدخل ضمن عمل هذه المؤسسات واهتماماتها في الأساس. العاقل من يقرأ اللحظة التاريخية التي أحدثها الاحتجاج فلا يضيعها ولا يتخلف عن سيرورة التاريخ. تضيف رندا حيدر: أسقط المحتجون في الشارع حكومة سعد الحريري وأحبطوا كل المحاولات التي يقوم بها أهل السلطة لتشكيل حكومة جديدة انطلاقا من معايير المحاصصة عينها واستغباء عقول الجمهور اللبناني الذي بوحت حناجيره وهو يطالب بحكومة إنقاذية من خارج أحزاب السلطة مستقلة من ذوي الكفاءات نظيفة الكف مسؤولة لديها صلاحيات خاصة قادرة على إخراج البلد من أزماته وقادرة أيضا على محاسبة سارقي المال العام. انتهى كل ما لدينا من مقالات لهذا اليوم، والآن إلى هذا الخبر. تهدف تجهيزات المنزل الذكية في المقام الأول إلى تيسير الحياة وجعلها أكثر راحة ورفاهية، لكنها في الوقت ذاته قد تشكل خطورة على خصوصية بيانات المستخدم من خلال جمع البيانات التي تحدث في الخلفية، وتختلف خطورة جمع هذه البيانات باختلاف الجهاز الذي يجمع أو يجمع هذه البيانات. وعادة ما تكون الأجهزة المنزلية الذكية مثل المكنسة وتجهيزات الإضاءة وغيرها على اتصال دائم مع الشركة المنتجة. وأوضح دينيس كينغس كيبكير المتخصص في القانون بجامعة بريمن الألمانية أن هذا الاتصال قد يكون بغرض التحقق من حالة الصيانة أو التحديثات. ومن جانبها تنصح خبيرة حماية البيانات وحرية المعلومات الألمانية هيلغا بلوك عند شراء الأجهزة ذات التطبيقات المنزلية الذكية
تنصح بالتأكد من أن الشركات المصنعة تستخدم نظاماً ملائماً للخصوصية والإعدادات الافتراضية المعنية، وهذا ما يسمى أيضاً الخصوصية حسب التصميم أو الخصوصية القياسية. نلقي نظرة على كاريكاتير اليوم. نهاية صدى الأقلام لهذا اليوم، طاب نهاركم وإلى اللقاء.